السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري. اليوم مشروعنا راح تكون بعدة فعاليات، مجموعة من الأكشن، مو مثل المسار السابقة كان بعدنا مجرد فعالية واحدة أو أكشن واحد. بداية خلينا نبدأ نضبط الإعدادات. إعدادات مثل شنو؟ إنه أنا راح أستخدم القط، راح أختار باك دروب تكون مناسبة لمشروعي أو لذوقي حسب اختياري. للأسف إنه ضعيف. خلي تكون مبدئيا، خلي تكون هاي. تمام. نجي نشوف المشروع. أنا الشريك. بالبداية أريد من عنده إنه نقطة بداية، حدث من خلال أي يبدي يتنفذ مشروعي. وهنا أنا راح أروح على المجموعة أو الكاتيجوري هاي الصفرة اللي هي اسمها event، واختار من عندها وين flag clicked مثلا. أنا إيش أريد؟ الخطوة الأولى اللي أريدها إنه أريد هذا القط يتحرك، فأروح على الموشن واختار من عندها move. هنا هذا البلوك move وظيفته إنه يحرك لي الأوبجكت مالتي أو الكائن مالتي، أما باتجاه اليمين يا أما باتجاه اليسار، عدد من الخطوات. شلون أقدر أحدد أنا هذا العدد من الخطوات؟ من خلال تغيير هذا الرقم. ننقر على هاي الدائرة البيضاء، نبيها رقم 10 مثلا ونخليه 40 خطوة. تمام. الشيء الثاني اللي أريده من عنده أني إنه أريده يصدر لي صوت. كل كائن من هاي السبرتس اللي عندنا إلى صوت معين، أو أستطيع أني أسجل صوت، راح نشوفها بالبرامج القادمة أو المشاريع القادمة. فمثلا شلون أقدر أحصل على صوت القطة؟ راح أروح على الكاتيجوري ساوند اللي هي الثالثة وأختار بلاي ساوند. هنا أنا أحدد صوت اللي أريده، فهنا ميو وأنتل دا. شوف لو ريدنا نفعله، تمام. زين، نجي نكمل. بعد شنو اللي قلت أنا أريده بمشروعي؟ الأكشن اللي أريده بعد بمشروعي، أريد إنه يقول لي حلو. القط بعد ما ينجز هذه المهمة يقول لي حلو. أجي أسوي الترتيب. أصدقائي، الترتيب هنا جدا مهم. فمثلا أنا لو قلت له من أضغط على فلاك، أنت أول شيء تسويه تتقدم 40 خطوة، فهنا راح تبدي أول شيء تنتقل الحركة، من بعدها راح يصدر الصوت، فهي راح ينتقل يتقدم خطوات باتجاه اليمين، بعدين يصدر صوت، بعدين تظهر للمسج حلو لمدة ثانيتين. خلي ننفذ ونشوف.